باش حتى واحد ما يركب على الموجة. سي ثمرات جميع جهود جميع المكونات، والتوفيق اولا عند الله سبحانه وتعالى، باسكو ما حدث هذا الموسم لن يحدث في المستقبل. هذا رقم قياسي، فريق ينهي شطر الذهاب يعني الذهاب يعني بنقطتين، في دوره 17 كذلك افون لو كو دونفو كانت عندنا كذلك نقطتين، والان نحن ما عرفتش انا النتائج ديال الرجاء والجيش شنو داروا، جو سي با لي فار شامبيون ولا مازال مازال. اذا حنا ايماجيني فريق اللي كان في الانعاش الان اصبح هو من سيحكم ومن سيكون بطل المغرب، وهذه تحسب لجميع مكونات النادي. فخر اللاعبين، فخر الانصار، انتم الاعلاميين، كانت تصلوني اصداء بان كان عندكم تعاطف كبير معنا، تنحييكم عبر المنابر ديالكم. وفوالا عندنا بون شامبيون فير بلاي، فريق المحمديه لعب محرر نفسانيا، احنا ما كانش عندنا سيناريو لن اقول كان منتظرا، كنا نحاولوا نسجلوا مي ما ساتوندي با زعما دو فينيغ لا بروميير مي طون ب 2-0، مي بون سيناريو مريح شيئا ما. اون جيري جات ضربه جزاء دو 1 ابخي، اون سوبي واحد لا بريسيون كبيره، مي سي كوم سا، التيران ديالهم كبير ثقيل، سيتي با ايفيدون، مي كاع هاد الاتعاب تيمشيو الحمد لله. نشوفوا غاد الجماهير فرحانه كذلك سيغتان ما من لعب الدور كبير، وخصكم تشوفوا كذلك سيغتانمون في طنجة، في المقاهي، في الشوارع. إذن أنا أظن بأن سوف يتوج بطل المغرب يوم الجمعة، لكن البطل رقم واحد هما الوليدات.